السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني إعدادي. رجعنا لكم بإذن الله نحل كتاب المعاصر قصة الصف الثاني الإعدادي ذا هيدي ليج. النهاردة إن شاء الله هنحل تشابتر 3، وهنخلص برضو آخر فصل موجود معانا في الفصل الدراسي الثاني تشابتر 4. أول سؤال معانا بيقول لي: The four من الأربع رجال got into. مستر ماري ويزر سيد قال: هولمز، بيتر جونز was the most. Stole the gold، سرق الجولد اللي هو الذهب. From the bank، two taxes، تاكسين، to Mr. Mary Weather Bank، البنك بتاع Mr. Mary Weather. Important policeman in London، رجل مهم، ضابط شرطة مهم في لندن. It's unusual، إنه من غير العادي، to have so much gold in the bank، أو one bank، من غير العادي إن يكون في ذهب كتير جدا في بنك واحد. knew that there was going to be a crime، عرف ان هيكون في جريمة. that evening، هذا المساء. the four men got، طبعا اخدوا two taxes وتحركوا للبنك. Mr. Merriweather said it's unusual، قال انه غريب يكون في ذهب كله في مكان واحد. Holmes knew that، عرف ان في جريمة هتحصل. Peter Jones was the most، طبعا important policeman، اهم ضابط شرطة فين في لندن. سؤالين بس تفكير نقد، طبعا التعديل الجديد. Do you think Clay، كلي طبعا اللي احنا عرفنا اللي هو Spaulding، was clever، هل كان ماهر؟ Why، why not؟ طبعا sure أو yes، I do. Lay as he planned، هو خطط. To take the gold، هو كان مخطط انه ياخد الذهب. From the tunnel، من هذا النفق اللي هم كانوا عاملينه من تحت محل ويلسون، ودي طبعا كانت intelligent idea، فكرة ذكية جدا. How do you think Holmes felt، ايه شعور هولمز when he caught John Clay، لما قبض عليه؟ طبعا he was very، اكيد طبعا كان very happy، وهو طبعا succeeded، نجح في كده. السؤال اللي بعده او النموذج التاني: Holmes said، قال Mr. Merriweather، دكتور واتسون، John Clay was wanted to see someone after the concert، كان عايز يشوف حد بعد الحفلة. The famous thief، اللص المشهور. Was the manager of the bank، هو مدير البنك. John Clay، you read heeded، فكرتك was a good one but we have caught، فكرتك كانت جميلة لكن احنا مسكناك. Met Holmes، قابل هولمز في 221 بي بيكر ستريت، شارع بيكر، at 10 o'clock. Holmes said، قال John Clay، your idea he did was good one، قال له انت فكرتك عظيمة بعد طبعا ايه ما قبض عليه. Mr. Merriweather was the manager of the bank، كان مدير البنك. دكتور واتسون، طبعا ميت هولمز، راح قابل هولمز الساعة 10. John Clay was the famous thief، هو اللص المشهور. Who do you think was helping، تعتقد مين اللي كان بيساعد John Clay؟ اكيد طبعا مستر دانكن روس، أكيد اللي هو مدير ريد هيدد ليج. Why do you think the thieves were interested in Merriweather Bank، ليه كانوا مهتمين بالبنك؟ طبعا there أو as أو because، there were، لأنه كان يوجد a lot of gold، لأنه كان مليان إيه gold يعني ذهب. match column A with column B. Mr. Ross almost discovered that، اكتشف John Clay the four men، الأربع رجال. Where Holmes، Watson، John and Merriweather had a shop behind the bank، عنده محل خلف البنك. Help John Clay to take the gold from the bank، ساعد John Clay عشان ياخد الذهب. Climb it out of the hole، تسلق من الحفرة. Into the cellar، إلى البدروم. Clay was the owner of the red-headed idea، هو صاحب فكرة الريد-هيدد. أول واحدة طبعا مستر روس، أكيد طبعا مستر روس هيلب جون كلي، هو اللي ساعد جون كلي. هولمز discovered that، اكتشف أن كلي was the owner of the red headed league، ولا اكتشف where هولمز هذا small، طبعا discovered that طبعا اللي تنفع هنا، كلي was the owner of the red headed league idea، قال له انت صاحب الفكرة. جون كلي اللي هو اللص طبعا اللي هو المشهور، climbed out، هو اللي تسلق.
ذا فور من الأربعة كانوا هولمز وواتسون وجون ماري جونز طبعا، أو ماري ويزر، وأند ماري ويزر طبعا، يبقى إيه. Why do you think Holmes wanted to see Peter Jones؟ ليه تعتقد إن هولمز wanted to see Peter Jones to tell him about the crime، عشان يكلمه عن الجريمة اللي هتحصل؟ How do you think، كيف تعتقد the thieves plan to take the gold out of the cellar؟ كيف اللصوص مخططين إن هم هياخدوا الذهب اللي موجود في البدروم؟ طبعا through، من خلال the tunnel، من خلال النفق under اللي كان موجود تحت مستر ويلسونز شوب. كلي أندروس الجماعة اللصوص، هولمز ميت a young man climate، شاب صغير تسلق. ماري ويذر explained ذات، شرح أن it was unusual to have so much gold in one bank، كان حاجة غير عادية إنه يكون عنده دهب كتير في بنك واحد. بيتر جونز to catch the thieves، عشان يقبض على اللصوص. out of the hole and into the cellar، stole the gold from the cellar، سرق الدهب من السيلر. were digging a tunnel، كانوا بيحفروا نفق. كلي and روس طبعا were digging a tunnel. هولمز ميت قابل بيتر جونز to catch the thieves. a young man climbed out of the cellar. Mr. Merriweather explained that it was unusual to have so much gold in one bank. Do you think Clay was a bad man? هل Clay bad? Yes. As he was a thief. لأنه طبعا less. I wanted to take the gold. What do you think the thieves were doing? تعتقد اللص كانوا بيعملوا ايه when Mr. Wilson at the Reddit League؟ طبعا they were digging، اكيد طبعا كانوا بيحفروا a tunnel، بيحفروا الايه؟ النفق. الفصل الرابع طبعا عندي بيقول لي Clay the thieves Ross Holmes deduce that، وdeduce يعني استنتج. Spalding was digging a tunnel، invented the idea of the Red Heated League، هو اللي اخترع الفكرة بتاعت Red Heated League. was Holmes friend، صديق Holmes، wanted to steal the gold on Saturday، كان عايز يسرق الذهب on Saturday يوم السبت. helped Clay to deceive Mr. Wilson، ساعد Clay ان هم يخدعوا مين؟ ويلسون. Clay طبعا wanted to steal the gold on Saturday، كان عايز يسرق الذهب يوم السبت. The thieves اللصوص طبعا دي تنفع wanted برضو. طيب نخليها الاخر عندنا روس invented the idea of the Reddit League، صاحب الفكرة طبعا هو طبعا كلي. روس helped كلي، هو اللي ساعد كلي. with the thieves طبعا اللصوص wanted to steal the gold، دي هنخليها دي تمام. Holmes deduced that Spalding was digging a tunnel، اكتشف او استنتج اني سبولدينج بيحفر نفق. طبعا احنا ما اخترناش هولمز فريند، طبعا دكتور واتسون. Do you think دكتور واتسون was as clever as هولمز؟ هل هو ماهر زي هولمز؟ No. As there were many، لان كان في many things، اشياء كتيرة، he didn't understand، لان كان في حاجات كتيرة هو مش ايه، مش فاهمه، وكان بيسألوا عليها، معنى كده ان هو مش ماهر زيه. هولمز ووز ا كليفر ديتكتيف، كان محقق رائع. جيف تو اكزامبلز، ادي مثالين. المثال الاول طبعا افري ثينج في الفصل الاول، هي سيد اباوت ويلسون ووز ترو، كل حاجه قالها عن ويلسون كانت صح. الاستنتاج التاني طبعا احنا ممكن نستشهد بحاجة من الفصل التالت والرابع، ان هي كوت، استطاع ان هو يخبط او يمسك، هي كوت جون كلي، ان هو اللي مسك او كان السبب في القبض على جون كلي. هولمز اند واتسون، هولمز سبولدينج دكتور واتسون، كوت سولف ذا ميستري اوف ذا كرايم، هو اللي حل الميستري طبعا ده هولمز. used to work in the cellar، كان على طول بيشتغل في السيلر as building. said well done Holmes، قال له احسنت يا هولمز، طبعا ده دكتور واتسون.
returned to Baker Street. رجع لبيكر ستريت. said well done Clay. قال له احسنت يا كلي. returned to Baker Street. رجعوا لبيكر ستريت. do you like the story that it leak? sure. why as it's ممكن نقول wonderful انها كانت جميلة. lot of adventures مليانة مغامرات. do you think the thieves were right? هل اللصوص كانوا على صواب ان هم steal the gold on Saturday? why yes it's a holiday لان اليوم ده كان اجازة and they have a day and a half to escape كان عندهم يوم ونص ان هم يهربوا فيهم. Spaulding, Clay and Ross, Holmes said Wilson told Holmes that Spaulding used to work in the cellar. قال لهولمز ان سبولدنج كان شغال على طول في السيلر ده. طبعا اكيد ويلسون اللي قال كده. was John Clay the thief. هو John Clay the thief اللص. طبعا ده سبولدنج. the thieves wanted to take the gold from the bank. كانوا عايزين ياخدوا الذهب من البنك. was the famous policeman in London wanted Wilson to be out of his shop. كانوا عايزين ويلسون يبقى خارج المحل. طبعا كلي اند روس. وهولمز سيد طبعا قال the thieves wanted to take the gold from the bank. How do you think Mr. Wilson felt when he found out that Mr. Spaulding was there? تعتقد ويلسون شعر بإيه؟ طبعا he was very sad. أكيد زعلان المساعد بتاعه يعمل معاه كده. What do you think makes someone a good detective? تعتقد إيه اللي يخلي إنسان good detective? He should have لازم يكون عنده the ability قدرة of observing قدرة الايه الملاحظة. لازم يكون جيد في الملاحظة. النموذج اللي بعده مستر روس اند كلي. هولمز كلي ذا سيفز did use that advantage ان مستر سبولدنج was digging a tunnel was the manager of the bank كان مدير البنك. have a day and a half to escape عنده يوم ونص انه يهرب. had the idea of the little league صاحب الفكرة invented the job to make Mr. Wilson out his job. Mr. Ross and Clay Mr. Ross وكلي هما الاثنين اخترعوا الفكرة بتاعت خروج Mr. Wilson. Holmes طبعا deduced that Mr. Spaulding didn't get a tunnel. Clay هو صاحب الفكرة had the idea. The thieves اللصوص have a day and a half to escape عندهم يوم ونص يهرب. Do you like the end of the story? Yes. As they أو the mystery solved لأن اللغز اتحل أو they arrested لأنهم قبضوا the thieves قبضوا على مين؟ اللصوص. What do you think Holmes worked out when the office was closed? هولمز استنتج ايه لما المحل قفل؟ that they finished استنتج ان هما انتهوا the tunnel من صنع الايه النفق. وبكده نكون وصلنا لنهاية chapter 4. انتظرونا ان شاء الله في مراجعة نهائية على القصة بالكامل واسئلة كاملة من الفصل الاول على من الفصل الأول حتى الفصل الرابع. وهيكون ملف عبارة عن مذكرة إن شاء الله يكون متاح لحضراتكم اللي عايز يحمله واللي عايز يستفيد من المذكرة إن شاء الله اللي هتكون موجودة في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.